أهلا وسهلا بكم أعزائي، ألف شكر لمتابعتكم ليا ودعمكم ليا. أتمنى في أول الفيديو لايك. النهاردة هنعمل مع بعض صلصة طماطم. الطماطم هي أنا جبتها بس لسه هغسلها طبعا، لأن هي بتبقى مزروعة في الصوب بيبقى فيها رملة وكده، وهغسلها وأحطها هنا في الحلة ديت، أغسلها كويس خالص. ودول 3 بنجرات صغيرين أهمت، أنا عملتهم لان شوف لون الطماطم لونها ابيض، فاللي هيخليها زي الصلصه اللي احنا بنشتريها جاهزه اللي هي في البرطمانات ديت، 3 بنجرات الصغيرين دول اكتر من 3 كيلو اهمت، فهغسلهم ونشوف نعمل ايه مع بعض. اهم انا غسلت الطماطم اهيت 3 كيلو دول، غسلتهم اهوت وهبدأ اقطعهم بالسكينه، وخليكم معايا اهوت. خرطتها اهيت حتت صغيره اهيت، وهاجي على البنجرة، هما 3 بنجرات صغيرين اهمت، هخرطهم عليها برضو عشان يديلها اللون اللي هو زي بتاع الصلصة اللي في البرطمانات ديت. ما بحطش عليها مية خالص، حتت برضو صغيرة كده يعني ايه عشوائي برضو كده اهي. خليكم معايا اهي، اتولحت البوتاجاز اهو وارفعها على النار اهي، مش هحط عليها ميه خالص، هسيبها مع بعضها كده وكل شويه اقلب فيها. هي بدات تغلي، شوف البخار اللي طالع زي ما يكون فيها ميه، بس هي طبعا ما فيهاش ميه، الميه لان طبعا الطماطم كلها ميه، والحته البنجرايه هي البنجر اللي انا مخرطاه عليها بديلها اللون الاحمر الحلو، كل شويه كده اقعد اقلب فيها، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. حطها اهوت على البوتاجاز، هي بتغلي على خيرها اهي، كل شويه اقلب فيها مش عشان البخار بس، هو عشان الكاميرا، لحد ما تدبل خالص. حطيت عليها مع التقليب المستمر كده اهو، هيت اعزائي بردت خالص اهيت، يعني انا حطيتها من ساعتها يعني يا دوبك دافيه كده، شوفوا راحت عامله زي المربى، استوت خالص اهيت. هاخدها بقى على الخلاط، طبعا انا سبتها لحد ما استوت خالص وبردت شويه عشان هضربها في الخلاط. لما كنت غسلت المواعين اهوت شطبت الرخامه خالص اهوت، لان اهم حاجه المواعين، المواعين مغسوله يبقى كل حاجة الواحد ممكن يبدع بعد كده، لأن المواعين دي ما بتخلصش، وهي وغسيل الملابس ربنا يجعله في ميزان حسناتنا كله. وحطيت كل حاجة مكانها اهوت، وطبعا اللي هناك في المطبخ حطيته، فهاخدها دلوقتي احطها في الخلاط. في الخلاط اهو اهوت اللي بعمله في الخلاط اهوت، هصفيها اهو. شوف لونه احمر ازاي، شوف البنجراية خلت لونها احمر زي اللي بيعملوها بالظبط في البرطمانات اللي هي الصلصة الجاهزة. بعبي غيره اهوت اللي بعمله، بصفيه وعبي غيره في الخلاط اهوت عشان اضربه في الخلاط. بصفي كده اهوت بالمعلقة كده عشان البذر والقشور بتاعت اللي هي الجلدة بتاعت الطماطماية عشان يبقى زي الجاهز بالظبط. طبعا فرصة دلوقتي والطماطم رخيصة كده، الطماطم هتغلى كل ما ندخل على الموضوع هتغلى. شوف البذور والقشر بتاع الطماطم ده مش كويس للبطن، يعني في ناس بتروح حطاها ضربها في الخلاط وتروح منشفاها كده على النار وتروح حطها يعني تحفظ تبقى صلصة، لكن طبعا كل واحد بيعمل بطريقته، فيستحسن ان البذر الواحد يصفيه والقشور بتاعت الطماطم ديت. لونها راح احمر ازاي خالص بعد ما
صفيتها بالمصفى. يعني اللي عامل اللون الاحمر الغامق ده البنجراي، يعني انصحك ما تعمليش صلصه الا بالبنجراي ده، لان البنجر ده اللي هو اللي اسمه الفجل الاحمر، يعني بيعالج فقر الدم واي امراض في الدم. وطبعا الطماطم ديت معروفه لامراض القلب، لان حتى سبحان الله فيها 4 غرف زي رسم القلب تماما. اهو بعد ما عملت ده كله هرفعها على النار تاني في حله تانية اللي انا مصفيها في الحله الالومنيوم ديت. اهو هحط ايه علي، هحط عليها ماده حافظه. ايه الماده الحافظه دي؟ معلقه السكر اهي، لان في ناس بتحفظها من السنه للسنه، ما احناش عارفين هي هتخلص امتى. وشويه ملح ملح كويسين كده يعني. وكل ما احط حاجة لازم اجلي. شوف اللون، واحط شوية خل. الخل ده بديلها اللي هي المزة الحلوة دي والطعم الحلو بتاع الصلصة الجاهزة. واهم شيء دي معلقة نشا مدوباها في شوية مية، دي اللي هتخليها تربط تبقى زي الصلصة الجاهزة اللي في البرطمانات اهي. ديت اوعى تنسيها، اهم حاجة علشان ايه اجلب كده ايه، تديها يعني زي تبقى زي المهلبية كده، بس يعني ايه تخليها تربط شوية كده، ما يبقاش القوام بتاعها زي العصير، لا تربط شوية كده. لايك عشان التعب ده كله. اهيت اعزائي اهيت، لازم تغليها، لازم تتغلي. شوفها بتغلى على خيرها اهي، لازم تاخد لها غلوه اهي. واهم حاجه معلقه النشا ديت اوعي تنسيها، وتتحط على البارد، يعني تدوبي معلقه النشا في شويه ميه بارديه وتحطها وهي لسه بارده، وانت لسه هتحطها على الحله، لان لو النشا اتحط كده وهي سخنه اتكلكل. طبعا هطف عليها ادام ما غلت اهي، هطف عليها واسيبها تبرد. وخليكم معايا اعزائي، بردت خالص اهي. بدات جبت البرطمانات الصغيره اللي عندي دي، برطمانات عسل اسمر، وهجيب البرطمانات كلها ان شاء الله، وتبقى زي الصلصه الجاهزه. واخيرا لا تنسوا الاعجاب. مع السلامه.